بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء بالمدارس الثانوية المصرية سابقا، وصانع محتوى حاليا. نقول وبالله التوفيق، في هذا المحتوى نقدم كتاب الفتن لنعيم ابن حماد مقروءا، لكن يوجد كثير من الملاحظات على هذا الكتاب، والتي من أهمها أن به كثيرا من الأحاديث الضعيفة. في هذا المحتوى نقرأ الكتاب كاملا، ثم في النهاية سننقي هذا الكتاب وننقحه ونستشهد بالأحاديث الصحيحة التي جاءت فيه على الواقع الذي نعيش فيه. الكتاب يتكون من 10 أجزاء، يضم 2004 حديث نبوي شريف. هذا المحتوى الذي نقدمه إن شاء الله، سنحاول أن نتعرف على نعيم ابن حماد، من هو وما هي الملاحظات والمؤاخذات التي أخذت عليه. تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن هنا في هذه القناة سنحاول إن شاء الله تبسيط هذا الكتاب وتوصيله إلى عوام الناس بأبسط صورة، بحيث يكون مفهوما للجميع، وبحيث يمكن إنزال أحاديث الفتن على الواقع الذي نعيشه تنزيلا صحيحا، ليس فيه إفراط ولا تفريط، حتى لا يؤدي بنا الأمر إلى الشتات. والله الموفق. عزيزي المتابع الكريم، بمجرد الانتهاء من قراءة كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، سيتم عمل دراسة مقارنة لهذا الكتاب مع بقية الكتب التراثية الإسلامية التي تحدثت عن الفتن، مثل كتاب الإمام القرطبي الفتن والملاحم، وكتاب الإمام ابن كثير، وكذلك كتاب البخاري والإمام مسلم في الفتن. والآن نتعرف على أهم ما جاء في هذا الكتاب. عدد الأجزاء التي جاءت في هذا الكتاب 10 أجزاء، تضم حوالي 2004 حديث نبوي شريف. الجزء الأول يتكون من 10 أبواب، الأحاديث النبوية الشريفة من 1 إلى 261. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. شرح كتاب الفتن للحافظ نعيم ابن حماد، ويشتمل على 10 فصول. يقول المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي. الباب الأول: ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكلم وأصحابه من بعده في الفتن التي هي كائنة، ويشمل على 70 حديثاً. الحديث رقم 1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر نهارا، ثم خطب إلى أن غابت الشمس، فلم يدع شيئا هو كائن إلى يوم القيامة إلا حدثنا به، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه. حديث إسناده ضعيف. وفي رواية أخرى قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم قام خطيبا بعد العصر إلى مغربان الشمس، وفي رواية إلى أن غابت الشمس، فلم يدع شيئا هو كائن إلى يوم القيامة إلا حدثنا به، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. الحديث رقم 2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة، كما أنظر إلى كفي هذه جيلان من الله جلاه لنبيه كما جلاه للنبيين قبله. إسناده ضعيف. الحديث رقم 3: عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال:
أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة إلى يوم القيامة، وما بي أن يكون. رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر إلي في ذلك شيئا لم يحدث به غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث مجلسا أنا فيه عن الفتن التي يكون منها صغار ومنها كبار، فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. متفق عليه. الحديث رقم 4 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر، لا تدرون أيها من أي، إسناده ضعيف. الحديث رقم 5 عن حذيفة بن اليمان قال: هذه فتن قد أظلت كجباه البقر، يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك. إسناده صحيح. فائدة: مثل هذا القول لا يقال من جهة الرأي، فلا بد فيه من نص عن الشارع وعليه. فإذا حدث الصحابي عن أمر من أمور الفتن أو مما هو في علم الغيب، فلا بد أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فمثله نقول فيه موقوف له حكم الرفع. الحديث رقم 6 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقارب الزمان أناخ بكم الشرف الجون، فتن كقطع الليل المظلم، إسناده ضعيف. الحديث رقم 7 عن كرز ابن علقمة الخزاعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسأله رجل: هل للإسلام من منتهى؟ قال: نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم في الإسلام. قال: ثم ما؟ قال: ثم تكون فتن كأنها ظلل. فقال الرجل: كلا والله، إن شاء الله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، ثم لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الزهري: الأسود الحية إذا نهشت نذت ثم ترفع رأسها ثم تنصب. حديث صحيح. الحديث رقم 8 حدثنا الوليد ابن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. حديث صحيح. الحديث رقم 9 حدثنا ابن المبارك عن كرز بن علقمة بمثل حديث سفيان، إلا أنه قال: قال أعربي يا رسول الله. حديث صحيح. الحديث رقم 10 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرجا. قال عن عمير بن هانئ قال: حدثنا شيوخ لنا شهدوا صفين قالوا: أتينا جبل الجودي فإذا نحن بأبي هريرة فوافيناه قابضا بيديه إحداهما بالأخرى خلف ظهره متكئا على الجبل يذكر الله تعالى، فسلمنا عليه فرد السلام فقلنا: أخبرنا عن هذه الفتنة. فقال: إنكم تنصرون فيها على عدوكم. ثم قال: تكون فتنة ما هذه إلا كالماء في العسل، تترككم وأنتم قليل نادمون، إسناده قوي. الحديث رقم 39 عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تكونوا ترونها تكون، ولا تحدثون بها أنفسكم، إسناده ضعيف. الحديث رقم 40
عن سلمة ابن نفيل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تلبثون بعدي حتى تقولوا متى، وستأتون أفنادا يفني بعضكم بعضا، وبين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلزال. إسناده صحيح. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. حديث رقم 41 عن مكحول في قوله عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق، الإنشقاق 19. قال: في كل 20 سنة تكونون في حال غير الحال التي كنتم عليها. إسناده ضعيف. الحديث رقم 42 عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، الأنعام، الآية 65. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. إسناده ضعيف. الحديث رقم 43 عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: أما إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا أمرا يهولكم أو يشتد عليكم إلا حقره بعده ما هو أشد منه. إسناده صحيح. الحديث رقم 44 عن زر ابن حبيش سمع علي رضي الله عنه يقول: سلوني فوالله لا تسلوني عن فئة خرجت تقاتل 100 أو تهدي 100 إلا أنبأتكم بسائقها وقائدها وناعقها ما بينكم وبين قيام الساعة. إسناده حسن. الحديث رقم 45 عن أبي عبد رب الدمشقي قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. إسناده حسن. الحديث رقم 46 عن الزبير ابن علي سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الآخر، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. الحديث رقم 47 عن أبي الجلد جيلان قال: يصيبن أهل الإسلام البلاء والناس حولهم يرتعون، حتى إن المسلم ليرجع يهوديا أو نصرانيا من الجهد. إسناده صحيح. الحديث رقم 48 عن حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، إلا أن أبا معاوية لم يذكر حذيفة. حديث متفق عليه. الحديث رقم 49 عن الأعمش عمن حدثه قال: لا يأتيكم أمر تضجون منه إلا أردفكم آخر شغلكم عنه. إسناده ضعيف. الحديث رقم 50 عن أبي وائل عن عبد الله قال: كيف بكم إذا ألبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، يتخذها الناس سنة إذا ترك منها شيء، قيل تركت السنة، قيل يا أبا عبد الرحمن ومتى ذلك؟ قال: إذا كثرت جهالكم وقلت علماؤكم وفقهاؤكم وكثرت قراءكم وأمراءكم وقلت أمناؤكم والتمستم الدنيا بعمل الآخرة. حديث صحيح. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الحديث رقم 51 عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ إلا موت عمر رضي الله عنه. إسناده صحيح. الحديث رقم 51
عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ إلا موت عمر رضي الله عنه. حديث صحيح. الحديث رقم 52 عن عمرو بن مرة: سمع أبا وائل يحدث عن حذيفة قال: ما بينكم وبين الشر إلا رجل، ولو قد مات صب عليكم الشر فراسخ. إسناده صحيح. الحديث رقم 53 عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه وسمع صبيانا يقولون: الآخر شر، الآخر شر. فقال أبو هريرة: لي والذي نفسي بيده إلى يوم القيامة. إسناده ضعيف جدا. الحديث رقم 54 عن حذيفة ابن اليمان أنه قال: يا عامر، لا يغرنك ما ترى، فإن هؤلاء يوشكوا أن ينفرجوا عن دينهم كما تنفرج المرأة عن قبلها. حديث حسن. الحديث رقم 55 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الناس هلاكا فارس، ثم العرب على إثرهم. إسناده حسن. الحديث رقم 56 عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان وجهنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهنا ها هنا وها هنا. إسناده ضعيف. الحديث رقم 57 عن محمد بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: سمعت ابن الزبير يقول: ما حدثني كعب بشيء أصيبه في سلطاني إلا وقد رأيت. إسناده ضعيف. الحديث رقم 58 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى بنيانا على أبي قبيس فقال: يا مجاهد، إذا رأيت بيوت مكة قد ظهرت على أخشابها وجرى الماء في طرقها فخذ حذرك. إسناده ضعيف. الحديث رقم 59 عن أبي وائل قال: سمعت حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظه كما قاله. قال: إنك لجريء. فقلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ليس عن هذا أسألك، ولكن عن التي تموج كموج البحر. فقلت: لا تخف يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: بل يكسر. فقال: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قال: قلنا: فهل يعلم عمر من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم إن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال شفيق: فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. متفق عليه. الحديث رقم 60 عن كعب قال: ليأتين على الناس زمان يعير المؤمن بإيمانه كما يعير اليوم الفاجر بفجوره، حتى يقال للرجل إنك مؤمن فقيه. إسناده ضعيف. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الحديث رقم 61 عن عبد الله قال: إذا فشى الكذب كثر الهرج. إسناده صحيح. الحديث رقم 62 عن عزرة ابن قيس قال: قام رجل إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه بالشام وهو يخطب فقال: إن الفتن قد ظهرت. فقال خالد: أما وابن الخطاب حي فلا،
إنما ذاك إذا كان الناس بذي بلاء وذي بلاء، وجعل الرجل يتذكر الأرض ليس بها مثل الذي يفر إليها منه، فلا يجده عند ذلك تظهر الفتن، إسناده ضعيف. الحديث رقم 63. عن عبيد الله قال: إن شر الليالي والأيام والشهور والأزمنة أقربها إلى الساعة، إسناده هالك جدا. الحديث رقم 64. عن حذيفة رضي الله عنه أنه لما قدم من عند عمر رضي الله عنه جلس يحدثنا فقال: إن أمير المؤمنين لما جلست إليه قال للقوم: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قالوا: سمعنا. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في نفسه وأهله. قالوا: نعم. قال: لست عن ذاك أسأل، تلك تكفرها الصلاة والصدقة، ولكن قوله في الفتن التي تموج موج البحر. قال: فأسكت القوم، فعلمت أنه إياي يريد، فقلت: يا أمير المؤمنين أنا. قال: لله أبوك. قلت: يا أمير المؤمنين إن دون ذلك بابا مغلقا يوشك أن يكسر أو يفتح. فقال عمر: أكسرا ولا أبا لك؟ قلت: كسرا. قال: فلعله إن كسر أن يعاد فيغلق. قال: قلت: كسرا، إن ذلك الباب رجل يوشك أن يقتل أو يموت. حديث ليس بالأغاليط، إسناده صحيح. الحديث رقم 65. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم. قال عمر: ليس هذا أريد، ولكن قوله في الفتنة التي تموج كموج البحر يتبع بعضها بعضا. قال: قلت: فلا تخفها يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال: فكيف بالباب، أيفتح أو يكسر؟ قال: بل يكسر ثم لا يغلق إلى يوم القيامة. حديث متفق عليه. الحديث رقم 67. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لهرجا. قلت: وما الهرج؟ قال: القتل. قلنا: أكثر ممن يقتل اليوم. قال: والمسلمون في فروجهم يومئذ. قال: ليس يقتلكم الكفار، ولكن يقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل أخاه وابن عمه وجاره. قال: فأبلس القوم حتى ما يبدي رجل منا عن واضحة. الحديث سبق تخريجه. حديث رقم 68. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس دينا، فإذا غيرت قالوا هذا منكر، وقيل ومتى ذاك؟ قال: إذا كثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم وكثرت خطباؤكم وقلت فقهاؤكم وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. الحديث سبق تخريجه. الحديث رقم 69 قبل الأخير في هذا الباب. عن أبي قبيل قال: سمعت مسلمة ابن مخلد الأنصاري وكان زاد في بعث البحر، فكره الجند ذلك وهو على المنبر فقال: يا أهل مصر، ما تنقمون مني؟ فوالله لقد زدت في عددكم وكثرت في مددكم وقويتكم على عدوكم، اعلموا أني خير مما يأتي بعدي، والآخر فالآخر شر، إسناده حسن. الحديث رقم 70 الأخير في هذا الباب. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتلدوا بأسيافكم ويرثوا دنياكم شراركم. حديث ضعيف. أما عن تسمية الفتن التي هي كائنة وعددها من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، نلتقي بعد هذا الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. الفتن للإمام الحافظ نعيم ابن حماد، الباب الثاني بعنوان تسمية الفتن التي هي كائنة وعددها من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، نلتقي بعد هذا الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. عدت لحضراتكم مع 35 حديث نبوي شريف فيما يتعلق بالفتن من هذا الكتاب. يقول المصنف: الحديث رقم 71 عن عوف ابن مالك الأشجعي، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد يا عوف ستا بين يدي الساعة، أولهن موتي. فاستبكيت حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتني، ثم قال: قل إحدى والثانية فتح بيت المقدس، قل اثنتين والثالثة موتان يكونان في أمتي كقعاص الغنم، قل ثلاثا والرابعة فتنة تكون في أمتي. قال وعظمها، قل أربعا والخامسة يفيض المال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيتسخطها، قل خمسا والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، ثم يسيرون إليكم فيقاتلونكم، والمسلمون يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، في مدينة يقال لها دمشق. حديث صحيح. الحديث رقم 72 عن عوف ابن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست بين يدي الساعة، أولهن موت نبيكم صلى الله عليه وسلم، قل إحدى، والثانية فتح بيت المقدس، والثالثة موت يقع فيكم كقعاص الغنم، والرابعة فتنة فيكم لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، والخامسة هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيجتمعون لكم عدد حمل المرأة 9 أشهر، إسناده ضعيف والحديث صحيح. الحديث رقم 73 عن عوف ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست قبل الساعة، أولهن وفاة نبيكم وفتح بيت المقدس وموت كقعاص الغنم، وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، وافتتاح مدينة الكفر، ورد الرجل 100 دينار سخطة، إسناده ضعيف والحديث صحيح. الحديث رقم 74 عن عوف ابن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست بين يدي الساعة، أولهن وفاتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم منزل تنزله أمتي من الشام، ثم فتنة تقع فيكم لا يبقى بيت عربي إلا دخلته، ثم تصالحكم الروم. حديث صحيح. الحديث رقم 75 عن حزن ابن عبد عمرو قال: دخلنا أرض الروم في غزوة الطوانة، ونزلنا مرجا، فأخذت أنا برؤوس دواب أصحابي فطولت لها، فانطلق أصحابي يتعلفون، فبين أنا كذلك إذ سمعت السلام عليك ورحمة الله، فالتفت فإذا أنا برجل عليه ثياب بيض، فقلت: السلام عليك ورحمة الله. فقال: أمن أمة أحمد؟ قلت: نعم.
قال: فاصبروا، فإن هذه الأمة أمة مرحومة، كتب الله عليها 5 فتن و5 صلوات. قال: قلت: سموهن لي. قال: أمسك إحداهن موت نبيهم، واسمها في كتاب الله تعالى بغتة، ثم قتل عثمان، واسمها في كتاب الله الصماء، ثم فتنة ابن الزبير، واسمها في كتاب الله العمياء، ثم فتنة الأشعث، واسمها في كتاب الله البتيراء. ثم تولى وهو يقول: وبقيت الصيلم، وبقيت الصيلم، فلم أدري كيف ذهب. حديث ضعيف. الحديث رقم 76 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل الله في هذه الأمة 5 فتن، فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم الفتنة السوداء المظلمة التي يصير فيها الناس كالبهائم، ثم هدنة، ثم دعاة إلى الضلالة. فإن بقي لله يومئذ خليفة فالزمه. حديث إسناده حسن. الحديث رقم 77 عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: جعلت في هذه الأمة 5 فتن، فذكر نحوه إلا أنه قال: العمياء الصماء المطبقة. حديث حسن. الحديث رقم 78 عن أشياخ لبني عفس عن حذيفة قال: تكون فتنة، ثم تكون جماعة وتوبة، ثم فتنة، ثم جماعة وتوبة، حتى ذكر الرابعة: ثم لا تكون توبة ولا جماعة. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 79 عن عامر ابن صلة قال: سمعت حذيفة ابن اليمان يقول: في الإسلام 4 فتن، أسلمهم الرابعة إلى الدجال: الرقطاء والمظلمة وهنة وهنة. حديث إسناده ضعيف. وفي رواية أخرى عن عامر ابن واثلة قال: قال حذيفة: تكون 3 فتن، الرابعة تسوقهم إلى الدجال، التي ترمي بالنشف، والتي ترمي بالردف، والمظلمة التي تموج كموج البحر. الحديث رقم 80 عن زيد بن وهب عن حذيفة ابن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة، ثم تكون جماعة، ثم فتنة، ثم تكون جماعة، ثم فتنة تعرج فيها عقول الرجال. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 81 عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي 4 فتن، يكون في الرابعة الفناء. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 82 عن بعض شيوخ الجند قال: بينما خالد ابن يزيد ابن معاوية مقدم مروان ابن الحكم، وهو نازل في دار عمر ابن مروان ومعه سكين وفي يده قرطاس، إذ قال: مضت 5 والعشر وبقيت 20 يعم شرها مشرقها ومغربها، لا ينجو منها إلا أهل أنطابلس. فقال له: شوف يا ابن عبيد، أصلحك الله، ما هذه؟ قال: الفتنة الأولى كانت 5، والثانية كانت 10 سنين فتنة ابن الزبير، ثم تكون الثالثة 20 سنة يعم شرها مشرقها ومغربها، لا ينجو منها أحد إلا أهل أنطبلس. الحديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 83 عن حذيفة ابن اليمان: وسمى الوليد بينه وبين حذيفة رجلا لم أحظه، قال: الفتن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة 4، فالأولى 5، والثانية 10، والثالثة 20،
والرابعة الدجال، حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 84 عن يزيد ابن أبي حبيب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة تشمل الناس كلهم لا يسلم منها إلا الجند الغربي. حديث إسناده ضعيف. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة يكون أسلم الناس فيها، أو قال: خير الناس فيها الجند الغربي. قال ابن الحمق: فلذلك قدمت عليكم مصر. الحديث رقم 85 عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون أربع فتن، الأولى يستحل فيها الدم، والثانية يستحل الدم والمال، والثالثة يستحل فيها الدم والمال والفرج، والرابعة الدجال. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 86 قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحذركم سبع فتن تكون بعدي: فتنة تقبل من المدينة، وفتنة بمكة، وفتنة تقبل من اليمن، وفتنة تقبل من الشام، وفتنة تقبل من المشرق، وفتنة من قبل المغرب، وفتنة من بطن الشام، وهي فتنة السفياني. قال: فقال ابن مسعود: منكم من يدرك أولها، ومن هذه الأمة من يدرك آخرها. يأتين على الناس زمان الموت فيه أحب إلى أحدهم من الغسل بالماء البارد في اليوم القائض ثم لا يموت. إسناده قوي. الحديث رقم 145 عن عبد الله قال: لأتين على الناس زمان يجيء الرجل القبر فيتمرغ عليه كما تتمرغ الدابة، يتمنى أن يكون فيه مكان صاحبه، ليس به حبا للقاء الله، يعني لما يرى من البلاء. إسناده صحيح. الحديث رقم 146 عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله نحوه، إسناده صحيح. الحديث رقم 147 عن أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى يأتي الرجل القبر فيتمرغ عليه كما تتمرغ الدابة، يتمنى أن يكون مكان صاحبه. إسناده صحيح. وقد صح إسناده من طريق أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رقم 148 عن أبي عذبة الحضرمي قال: إن طال بكم عمر فيوشك بالرجل منكم أن يأتي قبر أخيه فيتمعك عليه ويقول: يا ليتني كنت مكانك، قد نجوت قد نجوت. فقال غلام حدث من القوم: وعما ذاك يا أبا عذبة؟ قال: تدعون إلى عدو من ناحية، فبينما أنت كذلك تدعون إلى ناحية أخرى وعدو آخر، فبينما أنتم كذلك إذ دعيتم إلى عدو آخر فلا تدرون إلى أي عدوكم تنفرون، فيومئذ يكون ذلك. إسناده ضعيف. الحديث رقم 149 عن أبي عذبة الحضرمي قال: إن طال بكم عمر قليل فليوشك بالرجل أن يأتي قبر حميمه فيتمعك عليه يقول: يا ليتني مكانك، قد نجوت قد نجوت به. فذكر نحو الحديث الأول. إسناده ضعيف.
الحديث رقم 150 عن كعب قال: يوشك أن يستصعب البحر حتى لا تجري فيه جارية، ويستصعب البر حتى لا يستطيع أحد يأوي إلى بيت إسناده ضعيف. الحديث رقم 151 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا يأتين على الناس زمان يتمنى المرء أنه في فلك مشحون هو أهله يموج بهم في البحر من شدة ما في الأرض من البلاء إسناده ضعيف. الحديث رقم 152 عن هلال ابن عبد الرحمن القرشي عن عبد الله بن عمرو سمعه يقول: يأتي على الناس زمان يتمنى الرجل الشرف والمال والولد الموت مما يرى من البلاء من ولاتهم إسناده ضعيف. الحديث رقم 153 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأئمة إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم إلا حقره بعده أشد منه إسناده جيد. الحديث رقم 154 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يوشك أن يكون الموت أحب إلى العلماء من الذهبة الحمراء إسناده جيد. الحديث رقم 155 عن ابن عون عن عمير ابن إسحاق قال: كنا نتحدث أن أول ما يرفع عن الناس الإلفة إسناده حسن. الحديث رقم 156 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقلت: يا رسول الله متى ذلك؟ فقال: إذا لم يأمن الرجل جليسه. حديث صحيح. الحديث رقم 157 عن الحكم ابن عتيبة قال: كان يأتي على الناس زمان لا يقر فيه عين الحكيم إسناده صحيح. الحديث رقم 158 عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: إذا رأيتم الدم يسفك بغير حقه والمال يعطى على الكذب وظهر الشك والتلاعن وكانت الردة فمن استطاع أن يموت فليمت إسناده حسن. الحديث رقم 159 عن أبي سلمة سمع أبا هريرة يقول: يوشك أن يأتي على الناس زمان يكون الموت أحب إلى العالم من الذهبة الحمراء إسناده ضعيف. الحديث رقم 160 عن زيد بن وهب سمع عبد الله قال: إن للفتنة وقفات وبعثات، فمن استطاع أن يموت في وقفاتها فليفعل إسناده ضعيف. الحديث رقم 161 عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: وقفاتها إذا أغمد السيف، وبعثاتها إذا سل السيف إسناده صحيح. الحديث رقم 162 عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: للفتنة وقفات وبعثات، فمن استطاع منكم أن يموت في وقفاتها فليفعل إسناده جيد. الحديث رقم 163 عن أبي عثمان قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا إذ وقع عليه خرو عصفور فقال: ها بإصبعه، ثم قال: لموت ولدي وأهلي أهون علي من هذا. قال: فوالله ما درينا ما أراد بذلك حتى وقعت الفتنة، فقلنا: هذا حذر عليهم إسناده حسن. الحديث رقم 164 عن المبارك ابن فضالة عن الحسن سمعه يقول: أخبرني أبو الأحوص قال: دخلنا على عبد الله ابن مسعود وعنده بنون له غلمان كأنهم الدنانير حسنا، فجعلنا نتعجب من حسنهم، فقال عبد الله: كأنكم تغبطونني بهم. قلنا:
والله إن مثل هؤلاء غبط بهم الرجل المسلم، فرفع رأسه إلى سقف بيت له قصير، وقد عشش فيه الخطاف وباض فيه، فقال: والذي نفسي بيده لأن أكون قد نفضت يدي عن تراب قبورهم حب إلي من أن يخر عش هذا الخطاف فينكسر بيضه. قال ابن المبارك: خوفا عليهم من الفتن. إسناده صحيح. الحديث رقم 165 عن حذيفة ابن اليمان قال: كيف أنت وفتنة أفضل الناس فيها، كل غني خفي. فقال أبو الطفيل: كيف وإنما هو عطاء أحدنا يطرح به كل مطرح ويرمى به كل مرمى. فقال حذيفة: كن إذن كابن مخاض، لا حلوبة فيحلب ولا ركوبة فيركب. إسناده صحيح. الحديث رقم 166 عن أبان قال: سمعت أبا إياس معاوية ابن قرة يذكر عن النعمان ابن مقر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج والفتنة كالهجرة إلي. إسناده ضعيف جدا والحديث صحيح. الحديث رقم 167 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء. قيل: أي شيء الغرباء؟ قال: الذين يفرن بدينهم يجمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام. إسناده ضعيف. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين يا رب العالمين. وصل اللهم على خاتم النبيين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك. لا تنسوا الباب الخامس: ما يذكر من ندامة القوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الفتنة وبعد انقضائها، وما تقدم إليهم فيها. نلتقي مع 45 حديث نبوي شريف مع تخريج الأسانيد لكل حديث من حيث كونه صحيحا أو ضعيفا أو حسنا. تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عدت لحضراتكم مع الحديث رقم 168 عن عبد الله بن شوذب قال: سمعت مالك بن دينار عن أبي محمد عن أبي كنانة قال: قدم علينا الزبير وأصحابه ونحن مملوكون لربيعة، فلحق سادتنا بعلي، فاجتمعنا وقلنا: عسى أن يخرجنا هؤلاء ويجيء سادتنا مع علي، وكيف نقاتلهم؟ ثم قلنا: نخرج فإذا التقينا لحقنا بهم. ثم قال بعضنا: لا نأمن إلا أن نطيق ذلك، ولكن نستأذنهم، فإن أذنوا لنا انطلقنا آمنين، وإلا كنا على رأينا. فأتينا الزبير بن العوام بجماعتنا فقلنا له: مع من تكون العبيد؟ قال: مع مواليهم. قلنا: فإن موالينا مع علي. قال: وكأنما ألقمناه حجرا. فمكثنا ساعة ثم قال: لقد حررنا هذا الحديث. إسناده ضعيف. الحديث رقم 169 عن أبي صالح أن علي رضي الله عنه قال: حين أخذت السيوف مآخذها من الرجال لوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة. إسناده صحيح. الحديث رقم 170 عن الحسن قال: لود علي أنه لم يعمل ما عمل، ولود عمار أنه لم يعمل ما عمل، ولود طلحة أنه لم يعمل ما عمل، ولود الزبير أنه لم يعمل ما عمل. هبطوا على قوم متوشحي مصاحفهم أهل الآخرة فسيفوا بينهم.
الحديث إسناده حسن. الحديث رقم 171 عن عيسى بن عمر قال: سمعت شيخا يحدث عمرو بن قرة قال: قال عبد الله بن عمر: ولم أره أحال على أحد دونه، كنت أقرأ هذه الآية: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الزمر 30-31. وكنت أرى أنها نزلت في أهل الكتاب حتى كبح بعضنا وجوه بعض بالسيوف فعرفنا أنها فينا. الحديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 172 عن الحسن في قوله تعالى: واتقوا فتنة ألا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وثبوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه، فكانوا فيه أسوأ صنيعا وأسوأ فعلا مني، فرأيت أني أحق بها فوثبت عليها، فالله أعلم أخطأنا أو أصبنا. إسناده ضعيف. الحديث رقم 176 عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: سمعت أبا الضحى يذكر عن الحسن بن علي أنه قال لسليمان بن صرد: لقد رأيت عليا حين اشتد القتال وهو يلوذ بي ويقول: يا حسن، لوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة. الحديث إسناده صحيح. الحديث رقم 177 عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما: لقد رأيت عليا حين أخذت السيوف مآخذها من الرجال يتغوث لي تغوثا ويقول: يا حسن، ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. سبق تخريجه. الحديث رقم 178 عن حسن ابن علي قال: أراد أمير المؤمنين علي أمرا فتتابعت الأمور فلم يجد منزعا. الحديث إسناده صحيح. الحديث رقم 179 عن حسن بن علي: سمع علي رضي الله عنه يقول: حين نظر إلى السيوف قد أخذت القوم: يا حسن، أكل هذا فينا؟ فيا ليتني مت قبل هذا بعشرين أو أربعين سنة. إسناده ضعيف والأثر صحيح. الحديث رقم 180 لما نشب الناس في أمر عثمان رضي الله عنه أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: إياك أن يستنزلوك عن رأيك. فقالت: بئس ما قلت يا بني، لأن أقع من السماء إلى الأرض إلى غير عذاب الله أحب إلي من أن أعين على دم رجل مسلم، وذلك أني رأيت رؤيا، رأيتني كأني على ضرب وحولي غنم أو بقر ربوض، فوقع فيها رجال ينحرونها حتى ما أسمع لشيء منها خوار. قالت: فذهبت أنزل من الضرب، فكرهت أن أمر على الدماء فيصيبني منها شيء، وكرهت أن أرفع ثيابي فيبدو مني ما لا أحب. فبين أنا كذلك إذ أتاني رجلان أو ثوران واحتملاني حتى جاز بي تلك الدماء. قال حسين: فحدثنا أبو جميل قال: رأيت يوم الجمل حيث عقر بها بعيرها، أتاها عمار ومحمد ابن أبي بكر فقطع الرحل، ثم احتملاها في هودجها حتى أدخلاها دار أبي خلف، فسمعت بكاء أهل الدار على رجل أصيب يومئذ. قالت: ما هؤلاء؟ قالوا: يبكون على صاحبهم. قالت: أخرجوني أخرجوني. الحديث إسناده صحيح. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الحديث رقم 181 عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت كأنها على غرب وحولها غنم وبقر ربوض، فوقع فيها رجل، فقصت ذلك على أبي بكر رضي الله عنه فقال: لئن صدقت رؤياك ليقتلن حولك فئة من الناس. إسناده ضعيف. الحديث رقم 182 عن العوام ابن حوشب قال: حدثني رجل من قومي يقال له جميع،
قال: دخلت مع أمي على عائشة رضي الله عنها، فقالت لها: أمي، ما كان مسيرك يوم الجمل؟ قالت: كان قدرا، إسناده ضعيف. الحديث رقم 183 عن أبي سعيد الخدري أنه سئل عن علي وطلحة والزبير، فقال أبو سعيد: أقوام سبقت لهم سوابق وأصابتهم فتنة فردوا أمرهم إلى الله، إسناده صحيح. وهناك فائدة هامة جدا، قال الإمام القرطبي في التذكرة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: كان محمد ابن مسلمة رضي الله عنه ممن اجتنب ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا كان ذلك أن يتخذ سيفا من خشب، ففعل وأقام بالربذة. وممن اعتزل الفتنة أبو بكر وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأبو ذر وحذيفة وعمران بن حصين وأبو موسى وأهبان بن صيفي وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، ومن التابعين شريح والنخعي وغيرهما رضي الله عنهم جميعا. قلت: القرطبي يقول هذا: وكانت تلك الفتنة والقتال بينهم على اجتهاد منهم، فكان المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر، ولم يكن قتال على الدنيا، فكيف اليوم الذي تسفك فيه الدماء باتباع الهوى طلبا للملك والاستكثار من الدنيا؟ فواجب على الإنسان أن يكف اليد واللسان عند ظهور الفتن والبلايا والمحن. نسأل الله السلامة والفوز بدار الكرامة. الحديث رقم 184 عن يزيد ابن أبي حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون من أصحابي، يعني الفتنة التي كانت بينهم يغفرها الله لسابقتهم، إن اقتدى بهم قوم من بعدهم أكبهم الله في نار جهنم. حديث ضعيف. وهنا تعليق على هذا الحديث يزيد ابن أبي حبيب، أخرجه مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الحبر عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون لأصحابي بعدي زلة يغفر الله لهم بسابقتهم معي، ثم يعمل بها قوم يكبهم الله في النار على مناخيرهم. وهذا أيضا حديث ضعيف. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الحديث رقم 185 عن سعيد ابن ليث الخرفي قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول على هذا المنبر: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، ثم خبطتنا فتنة فما شاء الله، إسناده ضعيف. الحديث 186 عن محمد بن حاطب قال: قيل لعلي رضي الله عنه: إنهم سيسألون عن عثمان فما تقول؟ قال: قولوا: كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين، إسناده صحيح. الحديث رقم 187 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم والعوام عن إبراهيم التيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأزواجه: أيتكن التي تنجها كلاب الحوأب؟ فلما مرت عائشة رضي الله عنها نبحت الكلاب، فسألت عنه فقيل لها: هذا ماء الحوأب؟ قالت: ما أظنني إلا راجعة. قيل لها: يا أم المؤمنين، إنما تصلحين بين الناس. الحديث إسناده صحيح. وله طرق أخرى عن قيس ابن أبي حازم قال: مرت عائشة بماء لبني عامر يقال له الحوأب، فنبحت عليها الكلاب، فقالت: ما هذا؟
قالوا ما لبني عامر؟ فقالت ردوني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف بإحداكن إذا نبحت عليها كلاب الحوأب. وهذا إسناد صحيح. الحديث رقم 188 عن أبي طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه أيتكن التي تنبحها كلاب ما كذا وكذا، إياك يا حميراء، يعني عائشة. الحديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 189 عن أبي الهذيل أن ابن مسعود وحذيفة كان جالسين ومر بمرأة على جمل قد أحدثت حدثا، فقال أحدهما لصاحبه لا هي هي، قال الآخر لا، إن حول تلك بارقة يعنون عائشة رضي الله عنها. الحديث إسناده حسن. الحديث رقم 190 عن الحسن قال قال قيس بن عباد لعلي أمرك هذا شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال علي ما تريد إلى هذا؟ فقال ديننا ديننا. فقال ما هو إلا رأي رأيته. الحديث إسناده ضعيف. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الحديث رقم 191 عن أبي الطفيل سمع حذيفة ابن اليمان يقول لو حدثتكم أن أمكم تغزوكم أتصدقوني؟ قالوا أو حق ذلك؟ قال حق. الحديث إسناده صحيح. الحديث رقم 192 عن جرير ابن حازم سمع الحسن يحدث عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ونحن يومئذ متوافرون. فجعلنا نعجب ما هذه الفتنة ونقول أي فتنة تصيبنا ما هذه حتى رأيناها؟ إسناده ضعيف. الحديث رقم 193 عن محمد بن سيرين قال قال علي رضي الله عنه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الحجر 47. حديث صحيح. الحديث رقم 194 عن مرة ابن كعب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقربها، فمر عثمان ابن عفان فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فأخذت بعضديه وأقبلت بوجهه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسرت عن رأسه وكان متقنعا في ثوب، فقلت يا رسول الله؟ قال هذا، فإذا هو عثمان ابن عفان. وقال خالد كعب ابن مرة ولم يذكر أبا الأشعث الصنعاني. حديث صحيح. وفي رواية أخرى عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني قال أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مر بن كعب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت، وذكر الفتن فقربها. فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان ابن عفان، فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا؟ قال نعم، واللفظ للترمذي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الحديث رقم 195 عن شقيق قال سمعت سهل ابن حنيف يقول بصفين أيها الناس اتهموا رأيكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل
ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. والله والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. قال الأعمش وكان شقيق إذا قيل له: أشهدت صفين؟ قال: نعم، وبئست الصفون. إسناده صحيح. الحديث 196 عن الرجل عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: إن رسول الله صلى الله عليه عن حذيفة بن اليمان قال: قلت يا رسول الله، ما العصمة من ذلك؟ وذكر دعاة الضلالة، فقال: إن لقيت لله يومئذ خليفة في الأرض فالزمه، إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإلا فهرف في الأرض حتى يأتيك الموت وأنت عاض على أصل شجرة. إسناده حسن. الحديث 357 عن بنت أهبان الغفاري أن علي رضي الله عنه أتى أهبان فقال: ما يمنعك أن تتبعنا؟ فقال: أوصاني خليلي وابن عمك أنه سيكون فتنة، وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأكسر سيفك واقعد في بيتك واتخذ سيفا من خشب. إسناده لين. الحديث 358 عن أبي جناب قال: سمعت طلحة يقول: شهدت الجماجم فما طعنت برمح ولا ضربت بسيف، ولوددت أنهما قطعتا منها هنا، يعني يديه، ولم أكن شهدته. إسناده ضعيف. حديث 359 عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يونس 85، قال: لا تسلطهم علينا حتى يفتنونا فيفتتنوا بنا. إسناده حسن. الحديث 360 عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: لما انجلت فتنة ابن الأشعث كنا في مجلس ومعنا مسلم ابن يسار، فقال مسلم: الحمد لله الذي أنجاني من هذه الفتنة، فوالله ما رميت فيها بسهم ولا طعنت فيها برمح ولا ضربت فيها بسيف. قال أبو قلابة: فقلت له: فما ظنك يا مسلم بجاهل نظر إليك؟ فقال: والله ما قام مسلم هذا المقام إلا وهو يراه عليه حقا فقتل أو قتل. قال: فبكى، والذي نفسي بيده، حتى تمنيت أن لا أكون قلت له شيئا. إسناده جيد. الحديث 361 عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رجلا من أهل الشام حمل على رجل من أصحاب علي يوم صفين، فنزل إليه ليذبحه. قال: فشددت أنا برمحي نحوه لأجهضه عنه، فأجهضته عنه، فما أذكرها إلا أخذت بحلقي. إسناده ضعيف. الحديث 362 عن عامر ابن مطر عن حذيفة أنه قال: يا عامر، لا يغرنك من ترى، فإنه هؤلاء يوشكوا أن ينفرجوا عن دينهم كما تنفرج المرأة عن قبلها، فإذا فعلوا ذلك فعليك بما أنت عليه اليوم. حديث حسن. الحديث 363 عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: أراك يا أبا ذر لقائفا، كيف بك إذا أخرجوك من المدينة؟ قال: آت الأرض المقدسة. قال: فكيف إذا أخرجوك منها؟ قال: أرجعوا إلى المدينة. قال: فإن أخرجوك منها؟ قال: آخذ بسيفي فأضرب به حتى أقتل. قال: لا، ولكن اسمع وأطع، ولو لعبد أسود. قال: فلما أتى الربة وجد بها غلاما أسود، لعثمان،
فأقيمت الصلاة فقال: يا أبا ذر تقدم. فقال: إني أمرت أن أسمع وأطيع ولو لعبد أسود. قال: فتقدم العبد فصلى، إسناده ضعيف. الحديث 364. عن أبي العوام عن كعب قال: تدور رحى العرب بعد 25 بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم تنشأ فتنة فيها قتل وقتال، فأمسك عليك فيها يدك وسلاحك، ثم تكون أخرى بعد الطمأنينة فأمسك عليك فيها يدك وسلاحك، فإني أجدها في كتاب الله المظلمة تلوي بكل ذي كبر. حديث حسن. الحديث 365. عن أبي العوام عن كعب قال: تدور رحى العرب بعد وفاة نبيها بعد 25 سنة، ثم تفشو فتنة يكون فيها قتل وقتال، فأمسك عليك فيها نفسك وسلاحك حتى تنجلي، لا لك ولا عليك، ثم يستوي الناس كالدوامة، ثم تنشأ فتنة إني لأجدها في كتاب الله المنزل المظلمة لا تنجلي حتى تلوي بكل ذي كبر، فأمسك عليك فيها نفسك وسلاحك واهرب منها أشد الهرب، وإن لم تجد إلا حجر عقرب تدخل فيها فادخل فيه. حديث حسن. الحديث 366. عن يحيى ابن عمرو الشيباني قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الفتنة الرابعة: لا ينجو من شرها إلا من دعا كدعاء الغرق، أسعد الله كل تقي خفي، إذا ظهر لم يعرف وإن جلس لم يفتقد، وأشقى أهلها كل خطيب مصقع أو راكب موضع. حديث ضعيف. الحديث 367. عن عبيد الله ابن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة لا ينجو منها إلا من لم يصب من مالها، ومن أصاب من مالها كمن أصاب من دمها. إسناده ضعيف. الحديث 368. عن عبد الله ابن أبي فروة عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس فيها كل خفي، إن ظهر لم يعرف وإن جلس لم يفتقد. إسناده ضعيف جدا هالك. الحديث 369. عن أرطأة ابن المنذر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الفتنة الرابعة يصيرون فيها إلى الكفر، فالمؤمن يومئذ من يجلس في بيته، والكافر من سل سيفه وإحراق دم أخيه ودم جاره. إسناده ضعيف. الحديث 370. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يشرك بالله شيئا ولم يتند من الدماء الحرام بشيء دخل من أي أبواب الجنة شاء. إسناده ضعيف. الحديث 371. عن هشام عن الحسن قال: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما خصم أبغض إلى لقاء يوم القيامة من رجل يجيء تشخب أوداجه دما يحبسني عند ميزان القسط، فيقول: يا رب سل عبدك بما قتلني، فأقول: كذاب، فلا أستطيع أن أقول: كان كافرا، فيقول: أنت أعلم بعبدي مني. إسناده ضعيف. الحديث 372. عن جندب ابن عبد الله قال: لا يلقين أحد منكم الله يوم القيامة بملء كف من دم رجل يقول لا إله إلا الله، فإنه من صلى الصبح
فهو في ذمة الله، فلا يحقرن الله أحد منكم في حافره، فيكبه الله تعالى إذا جمع الأولين والآخرين في جهنم، إسناده ضعيف. الحديث 373 عن أيوب عن محمد أن الأشتر استأذن على علي فحجبه، ثم أذن له فإذا عنده ابن لطلحة، قال أراك حجبتني من أجل هذا؟ قال أجل. قال ولو كان ابن عثمان حجبتني له؟ قال أجل. قال إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، حديث صحيح. الحديث 374 عن جندب ابن عبد الله البجلي قال يتق الله أحدكم ولا يحولن بينه وبين الجنة بعدما ينظر إلى أبوابها ملء كف من دم مسلم أهراقه، إسناده جيد. الحديث 375 عن هشام ابن حسان قال حدثني بكر بن عبد الله المزني قال شيعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة بعدما ينظر إلى أبوابها ملء كف من دم مسلم أهراقه، إسناده ضعيف. الحديث 376 عن يونس ابن حبيب قال سمعت جندب ابن عبد الله يقول إن نزل بلاء فقدم ما لك دون دينك، فإن المحروب من حرب دينه، وأن المسلوب من سلب دينه، واعلم أنه لا غنى بعد النار ولا فقر بعد الجنة، إن النار لا يفك أسيرها ولا يستغنى فقيرها، إسناده صحيح. الحديث 377 عن محمد ابن عبد الله بن عياض عن يزيد ابن طلحة بن ركانة سمع محمد ابن علي سمع علي رضي الله عنه يقول اللهم اكبب اليوم قتلت عثمان لمناخيرهم، إسناده ضعيف. الحديث 378 عن أبي برزة الأسلمي قال إن ذاك الذي بالشام يعني مروان والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة يعني ابن الزبير والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن الذين تدعونهم قراءكم والله إن يقاتلوا إلا على الدنيا. فقال له ابن له فما تأمرنا إذن؟ قال لا أرى خير الناس إلا عصابة ملبدة، وقال بيده خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم، إسناده جيد. الحديث 379 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عليكم أئمة تعرفون عنهم وتنكرون، فمن أنكر فقد نجا ومن كره فقد سلم، ولكن من رضى وتابع. قيل يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قيل يا رسول الله أفلا نقتلهم أو نقاتلهم؟ أما ما صلوا الصلاة فلا، حديث صحيح. الحديث 380 عن الحسن قال قيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال أما ما أقام الصلاة فلا، إسناده ضعيف والحديث صحيح. الحديث 381 عن مسلم ابن قرظة عم عوف ابن مالك سمع عوف ابن مالك رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر أئمتكم الذي تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال أما ما أقاموا الصلاة فيكم فلا، إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة، حديث صحيح.
الحديث 382 عن عامر عن صلة عن حذيفة قال: تعود الصبر قبل أن ينزل بكم البلاء، فإنه لن يصيبكم أشد مما أصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسناده ضعيف. الحديث 383 عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف تعمل إذا جاع الناس حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك ومن مسجدك إلى فراشك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تأتي من أنت منه؟ قال: قلت: أرأيت إن أبى علي؟ قال: تدخل بيتك. قال: قلت: أرأيت إن أبى علي؟ قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة رداءك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. قال: قلت: أفلا أحمل السلاح؟ قال: إذا تشركه. إسناده صحيح. الحديث 384 عن أبي سلمة عن عبد الرحمن أن حسين بن علي دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: يا أمير المؤمنين، إن طوع يدك فمرني بما شئت. فقال له عثمان: يا ابن أخي، ارجع فاجلس في بيتك حتى يأتي الله بأمره، فلا حاجة لي في هراقة الدماء. إسناده ضعيف. الحديث 385 عن ابن سيرين قال: قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أصبح أمرائي يخيروني أن أقيم على ما أرغم أنفي وقبح وجهي، أو آخذ سيفي فأقاتل فأقتل فأدخل النار، فاخترت أن أقيم على ما أرغم أنفي وقبح وجهي، ولا آخذ سيفي فأقاتل فأقتل فأدخل النار. إسناده ضعيف. الحديث 386 عن عامر ابن مطر قال: قال لي حذيفة: يا عامر، لا يغرنك ما ترى والناس يثوبون إلى المسجد، فإن هؤلاء يوشكون أن ينفرجوا عن دينهم كما تنفرج المرأة عن قبلها، فإذا فعلوا ذلك فعليك بما أنت عليه اليوم. حديث حسن. الحديث 387 عن أبي البختري عن حذيفة قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن، وليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. إسناده صحيح. الحديث 388 عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: لعلك تبقى حتى تدرك الفتنة فاسمع وأطع، وإن كان عليك عبد حبشي إن ضربك فاصبر، أو حرمك أو ظلمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينقصك في دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. إسناده صحيح. الحديث 389 عن عبد الله بن سلام أنه قال حين هاج الناس بعثمان: يا أيها الناس، لا تقتلوا عثمان، فالذي نفسي بيده ما قتلت أم نبيها، فيصلح الله أمرهم حتى يغرقوا دم 70 ألفا منهم، وما قتلت أم قط خليفتها، فيصلح الله أمرهم حتى يغرقوا دم 40 ألفا منهم. إسناده صحيح. الحديث 390 عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار، فقتل منا رجل، فقلت: يا أمير المؤمنين، طاب الضراب، قتلوا منا إنسانا. قال: عزمت عليك لما طرحت سيفك، فإنما تراد نفسي، فسأقي المؤمنين اليوم بنفسي. قال: فطرحت سيفي فما أدري أين وقع. إسناده ضعيف. الحديث 391 عن حصين الحارثي قال: قال زيد بن أرقم لعلي رضي الله عنه: نشدتك بالله أنت قتلت عثمان.
قال فأطرق ساعة ثم قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما قتلت ولا أمرت بقتله. إسناده حسن. الحديث 392 عن محمد بن سيرين أن كعبا بعث إلى عثمان رضي الله عنه وهو محصور: إن حقك اليوم على كل مسلم كحق الوالد على ولده، وإنك مقتول لا محالة، فاكفف يدك فإنه أعظم لحجتك عند الله يوم القيامة. فلما بلغه ذلك قال لأصحابه: أعزموا على كل من كان يرى لي عليه حقا لما خرج عني. فغضب مروان فرمى السيف من يده حتى أثر في الجبار. وقال المغيرة بن الأخنس: وأنا لأعزم على نفسي لأقتلن، فقاتل حتى قتل. إسناده ضعيف. الحديث 393 عن جرير بن حازم قال: سمعت حميد بن هلال العدوي يقول: قال رجل منا: رأيت عثمان رضي الله عنه بعدما قتل أحسن ما كنت أراه، عليه ثياب بياض. فقلت: يا أمير المؤمنين، أي الأمور وجدت أوثق؟ قال: الدين القيم ليس فيه سفك دم 3 مرات. فلما كان يوم الجمل لبست سلاحي وركبت فرسي وأخذت رمحي، وكنت في الرعلة الأولى. فبين أنا كذلك إذ عرضت لي رؤياي، فقلت: ألم يقل لك عثمان في المنام كيت وكيت؟ فصرفت فرسي إلى المنزل فألقيت سلاحي وجلست في بيتي حتى انقضى ذلك الأمر، لم أخرج منه في شيء. إسناده ضعيف. الحديث 394 عن عبد الكريم أبي أمية سمع جابرا بن زيد الأزدي سمع علي رضي الله عنه يقول: ما أمرت بقتل عثمان ولا أحببته، ولكن بنو عمي اتهموني فأرسلت أعتذر فأبوا أن يقبلوا فعبدت فصمت. إسناده ضعيف. الحديث 395 حدثنا ابن عيينة عن جعفر عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: اللهم جلل قتلة عثمان يوم خزيه. إسناده جيد. الحديث 396 عن الحسن قال: قال محمد ابن مسلمة: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا فقال: قاتل بني المشركين ما قوتلوا، فإذا رأيت أمتي يضرب بعضها في بعض فأت به أحدا فاضرب به حتى ينكسروا، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطية أو منية قاضية. قال ففعل. إسناده ضعيف. الحديث 397 عن أبي بردة ابن أبي موسى قال: دخلنا على محمد ابن مسلمة بالرضا فقلت له: ألا تخرج إلى الناس؟ فإنك في هذا الأمر بمكان يسمع منك. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون فتنة وفرقة، فاضرب بسيفك عرض أحد، وكسر نبلك، وقطع وترك، واقعد في بيتك. فقد فعلت ما أمرني به، وإذا سيف معلق بعمود الفسطاط فأنزله فسله، فإذا سيف من خشب. ثم قال: قد فعلت بسيفي ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعده أهيب به الناس. إسناده ضعيف. الحديث 398 عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا خالد ابن عرفطة، إنه سيكون أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون المقتول ولا تكن القاتل فافعل. حديث ضعيف. الحديث 399 ضعيف. الحديث رقم 400 عن أبي جعفر قال: حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد قال: بعثني أسامة إلى علي فقال: إنه سيسألك ما خلف صاحبك، فقل إنه يقول لك: والله لو كنت في شدق أسد لأحببت أن أكون معك فيه.
ولكن هذا أمر لم أره. قال: فجئت علي رضي الله عنه فقلت له هذه المقالة. قال: فلم يعطني شيئا. قال: وأتيت حسنا وحسينا وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. قال عمرو: رأيت حرمله ولم أسمع منه هذا الحديث، إسناده جيد. الحديث 401 عن محمد ابن عبد الرحمن، أخبره أن عمر بن سعد الله عليه وسلم بعضها ببعض: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الرزق ما يكفي، وخير الذكر الخفي. حديث ضعيف. الحديث رقم 402 عن سليمان ابن عبد الملك قال: حدثني رجل من أهل اليمن قال: سمعت سعد ابن مالك رضي الله عنه يقول: كنت رجلا من أهل مكة بها مولدي وداري ومالي، فلم أزل بها حتى بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، فآمنت به واتبعته، فمكثت بها ما شاء الله أن أمكث، ثم خرجت منها فارا بديني إلى المدينة، فلم أزل بها حتى جمع الله لي بها مالي وأهلي، وأنا اليوم فار بديني من المدينة إلى مكة كما فررت بديني من مكة إلى المدينة، إسناده ضعيف. الحديث 403 عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قتل عثمان لقيه علي رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنك رجل مطاع في أهل الشام، وإني أرى فتنة تغلي مراجلها، فاذهب فقد أمرتك عليهم. فقال: أذكرك الله وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتي إياه، لما أعفيتني فأبى، فاستشفى عليه بحفصة رضي الله عنها فأبى، فخرج إلى مكة فبعث في طلبه حتى إنهم لا يأتون البعير فيعجلون أن يخطموه، وظن أنه يريد الشام، فأخبر أنه خرج إلى مكة فسكن، إسناده ضعيف. الحديث رقم 404 عن خالد بن شهير قال: هرب موسى ابن طلحة بن عبيد الله من المختار إلى البصرة مع وجوه أهل الكوفة، وكان الناس يرون في زمانه أنه المهدي، فسمعته يوما وذكر الفتنة فقال: رحم الله عبد الله بن عمر أو أبا عبد الرحمن، والله إني لأحسبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي عهد إليه، لم يفتن بعده ولم يتغير، والله ما استفزته قريش في فتنتها الأولى، فقلت في نفسي: إن هذا ليزري على أبيه في مقتله، إسناده حسن. الحديث 405 عن خالد ابن شهير قال: غدا علي على ابن عمر رضي الله عنهما فقال: هذه كتبنا قد فرغنا منها، اركب بها إلى أهل الشام. فقال: أنشدك بالله وأنشدك الإسلام. قال: إنك والله لتركبنه. قال: أذكرك الله واليوم الآخر، فإن هذا أمر لم أكن من أوله في شيء، ولست كائنا من آخره في شيء، وإني والله ما أرد عليك من أهل الشام شيئا، والله لئن كان أهل الشام يريدونك لتأتينك طاعتهم، وإن كانوا لا يريدونك ما أنا براد عليك منهم شيئا. قال: إنك والله لتركبنه طائعا أو كارها. فدخل ابن عمر داره وانصرف عنه علي حتى اندس في سواد الليل، فدعا بنجائبه فقعد عليها فرمى بها إلى مكة، إسناده حسن. الحديث 406 عن ابن شوذب قال: حدثني يزيد البصري وكان في بني ضبيعة، سمع مطرف بن الشخير قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: حبذا موتا على الإسلام قبل الفتن، إسناده صحيح. الحديث 407 عن سعد ابن إبراهيم عن أبيه قال: لما بلغ علي رضي الله عنه أن طلحة يقول: إنما بيعت واللج على قفاي،
أرسل ابن عباس إلى أهل المدينة فسألهم عما قال، فقال أسامة بن زيد: أما اللج على قفاه فلا، ولكن بايع وهو كاره، فوثب الناس عليه حتى كادوا يقتلونه. إسناده صحيح. الحديث 408 عن محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل أن وهب ابن أبي مغيث أخبره قال: دخلت مع المنذر ابن الزبير على ابن عمر وقد أكثر عمرو بن سعيد في أشياء يفرط فيها، فقلنا له: ألا تقوم فتنهى عن المنكر؟ قال: بلى إن شئتم فاذهبوا بنا. قالوا: لو انطلقت معنا بناس فإنا نخاف أن يفرط منه إليك. فقال: ما أنا بصاحب ما تريدون. إسناده ضعيف. الحديث 409 قال ابن لهيعة: وأخبرني الحارث ابن يزيد عن ناعم مولى أم سلمة قالت: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن السلطان لا يكلم اليوم، وذلك زمن معاوية. إسناده صحيح. الحديث رقم 410 عن جرير ابن حازم قال: حدثني عيسى بن عاصم أن الوليد ابن عقبة أرسل إلى ابن مسعود أن اسكت عن هؤلاء الكلمات، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. فقال: أما دون أن يفرقوا بين هذه وهذه فلا. فقام عتريس ابن عرقوف فاشتمل على السيف، ثم أتى عبد الله فقام عند رأسه فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله: لا، ولكن هلك من لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر بقلبه منكرا. فقال عتريس: لو قلت غير هذا لمشيت إلى هذا الرجل حتى أضربه بالسيف، حتى لا يعلموا لله بالمعصية في أجواف البيوت. فقال له عبد الله: اذهب فالق بسيفك وتعالى فاقعد في ناحية هذه الحلقة. إسناده جيد. الحديث رقم 411 عن أبي العالية أن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن صفوان كان في الحجر، فمر بهما ابن عمر فبعث إليه فأتاهما، فقال له عبد الله بن صفوان: ما يمنعك أبا عبد الرحمن أن تبايع أمير المؤمنين يعني ابن الزبير، وقد بايع له أهل العروض وأهل العراق وعامة أهل الشام؟ فقال: لا والله لا أبايعكم وأنتم واضعون سيوفكم على عواتقكم يصيب أحدكم من دماء المسلمين. إسناده ضعيف. الحديث رقم 412 عن أبي قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية، أو ينصر عصبية، أو يدعو إلى عصبية فقتل، فقتله جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدها فليس مني ولست منه. حديث صحيح. الحديث 413 عن سفيان عن يونس عن غيلان بن جرير نحوه السابق. الحديث 414 حدثنا ابن المبارك وعيسى بن يونس جميعا قال: أن سليمان الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاث نفر: النفس بالنفس، والثيب الزان، والمفارق للجماعة التارك لدينه. وقال ابن المبارك أو قال: التارك للإسلام. أخرجه الجماعة. الحديث 415 عن قيس ابن أبي حازم عن الصنابح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم، فلا تقتتلن بعدي. حديث صحيح.
الحديث 416 حدثنا مرحوم العطار عن أبيه قال: لما كانت فتنة يزيد ابن المهلب اختلف الناس فيه، قال: فانطلقنا إلى محمد ابن سفيان فقلنا له: ما ترى في أمر هذا الرجل؟ وقلنا له: كيف تريد أن تصنع أنت؟ فقال: انظروا أسعد الناس حين قتل عثمان رضي الله عنه فاقتدوا. قال: فقلنا: هذا ابن عمر كف يده. حديث صحيح. الحديث رقم 417 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: زوال الدنيا بأسرها أهون على الله من دم امرئ مسلم يسفك بغير حق. إسناده ضعيف. الحديث رقم 418 عن حميد بن هلال قال: قيل لسعد أيام تلك الفتن: يا أبا إسحاق، ألا تنظر في هذا الأمر؟ فإنك من أهل بدر، وإنك بقيت أهل الشورى، ولك حال. قال: ما أنا بقميصي هذا بأحق مني بالخلافة، وما أنا بالذي أقاتل حتى أوتي بسيف يعرف المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن فيقول: هذا مؤمن فلا تقتله، وهذا كافر فاقتله. سبق تخريجه. الحديث رقم 419 عن الحسن قال: أخبرنا أسيد ابن المتشمس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة فتنة، ثم قال أبو موسى: والذي نفسي بيده، ما لي ولكم منها مخرج إذا أدركناها فيما عهد إلينا نبينا، إلا أن نخرج منها كما دخلناها، لا نحدث فيها شيئا. حديث صحيح. الحديث رقم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. عدت لحضراتكم مع كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، ومع الفصل رقم 23: ما يذكر من غلبة سفلة الناس وضعفاءهم. نلتقي بعد الفاصل. الحديث رقم 681 عن بكر ابن سوادة قال: قدم بنو خثعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيتم؟ قالوا: لا شيء. قال: لا تخبروني؟ قالوا: رأينا حمارا قد علته قوائمه. قال: فما أولتم؟ قالوا: قلنا: تعلو سفلة الناس وساقطهم وتتضع أشرافهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه كما أولتم. الحديث إسناده حسن. الحديث رقم 680 عن عبد الله بن عمرو قال: تكون بالشام فتنة ترتفع فيها رساهم وأشرافهم، ثم لا يأتي عليها إلا قليل، حتى يرتفع فيها سفهاؤهم وسفلتهم، حتى يستعبدوا رساهم كما كانوا يستعبدونهم قبل ذلك. الحديث إسناده صحيح. الحديث رقم 683 عن شريح ابن عبيد عن كعب قال: وددت أن كل در على وجه الأرض صار قطرانا، ثم قال: إن الناس لا ينتهون حتى يتخذوا الغنم ويحتلبوها ويتباروا فيها، حتى إذا كثرت خرجوا من المدن والجماعات والمساجد فبدوا لها، فلم يبعث الله نبيا ولا جعل خلافة ولا ملكا إلا في أهل القرى والحضارة، وكانوا لا يطمعون أن يجعلها في أهل عمود ولا بدو، فإذا رأى الله رغبتهم عن الجماعات والمساجد ابتعث الله عليهم مما ملكت أيمانهم أقواما يناطقونهم بالعربية ويضربونهم بالمشرفية حتى يعودوا إلى الجماعة والمساجد، فلا تستكثروا من سبي العجم
ولو سلطت على ما في أيديكم من سبيهم لقاتلت من كل 10 9. وانظر إلى 10 الباقي فأن فيهم إلى وادي الشجر أو وادي العرج أو وادي العرعر، فوالله إن بقوا لكم ليمرن عليكم العيش إسناده ضعيف. الحديث رقم 684 عن أبي الزاهرية قال: كيف بكم إذا دخل أهل باديتكم فشاركوكم في أموالكم لا تمتنعون منهم؟ حتى يقول القائل: طالما كنتم في النعمة ونحن في الشقوة. إسناده ضعيف. الحديث 685 عن يحيى بن جابر قال: لن تزالوا بخير ما استغنى عنكم أهل بدوكم، ولن تزالوا بخير ما وجدتم ظهرا تحملون عليه. إسناده قوي. الحديث 686 عن أبي الزاهرية قال: ليس من أهل ذمتكم قوم أشد عليكم في تلك البلايا من أهل الشرقية أصحاب الملح والغسول، إن المرأة من نسائهم لتطعن بإصبعها في بطن المرأة من نساء المسلمين وتقول جزيانا، شماتة بها تقول أعطوا الجزية. إسناده قوي. الحديث 687 عن ابن المسيب قال: قلت: لو خرجت فتبوهت مع قومك؟ فقال: معاذ الله أن أترك 25 ومائة صلاة إلى 5 صلوات. ثم قال سعيد: سمعت كعب الأحبار يقول: ليت هذا اللبن عاد قطرانا. قيل: ولما ذلك؟ قال: إن قريشا ابتعثت أذناب الإبل في الشعاب، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. إسناده جيد. الحديث 688 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تنفكوا بخير ما استغنى أهل بدوكم عن أهل حضركم، فإذا أتوكم لم تمتنعوا منهم لكثرة من يسيل عليكم يقولون: طالما جعنا وشبعتم، طالما شقينا ونعمتم، فواسونا اليوم. حديث ضعيف. الحديث رقم 689 عن عبد الله بن عمر عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف وتنهين عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم العجم فليضربن رقابكم وليأكلن فيئكم وليكونن أزدا لا يفرون. حديث ضعيف. الحديث رقم 690 عن عامر قال: سمعت محمد ابن الأشعث يقول: ما من شيء إلا يدال منه، حتى أن النوك ليكون له دولة على الكيس. إسناده ضعيف. الحديث 691 عن مجالد عن عامر عن محمد ابن الأشعث قال: ما من شيء إلا يدال منه، حتى أن النوك ليكونن لهم دولة، وحتى أن للحمق على الحكم دولة. إسناده ضعيف. الحديث رقم 692 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لكل شيء دولة تصيبه، فللأشراف على الصعاليق دولة، ثم للصعاليق وسفلت الناس دولة في آخر الزمان، حتى يدال لهم من أشراف الناس، فإذا كان ذلك فرويدك الدجال، ثم الساعة، والساعة أدهى وأمر. القمر 46. الحديث إسناده حسن. الحديث 693 عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: ننقصها من أطرافها الرعد 41، قال ذهاب خيارها. إسناده ضعيف جدا. الحديث 694 عن عمرو بن قيس: سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار
ويسود كل قوم منافقوهم. حديث صحيح، الحديث رقم 695 عن عبد الله بن عمير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقوم على الناس من لا يزن في قرن شعيرة يوم القيامة. إسناده ضعيف جدا. الحديث رقم 696 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وزمان يغربل الناس غربلة يبقي حثالة من الناس، فإذا كان ذلك فخذوا ما تعرفون وذروا ما تنكرون، وأقبلوا على أمر خاصتكم وذروا أمر العوام. حديث صحيح. الحديث رقم 697 عن عبد الله بن قيس قال: كنا نسمع أنه كان يقال: كيف أنتم وزمان؟ إذا رأيت العشرين رجلا أو أكثر لا يرى فيهم رجلا يهاب في الله. إسناده ضعيف. الحديث 698 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أخوف على أمتي في اللبن أخوف مني عليهم في الخمر. قالوا: وكيف يا رسول الله؟ قال: يحبون اللبن فيتباعدون من الجماعات ويضيعونها. إسناده ضعيف. الحديث رقم 699 عن كثير ابن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يملك من ليس أهل أن يملك، ويرفع الوضيع ويوضع الرفيع. إسناده ضعيف جدا. الحديث رقم 700 عن كريب ابن أبرهة عن كعب قال: إذا رأيت العرب تهاونت بأمر قريش، ثم رأيت الموالي تهاونت بأمر العرب، ثم رأيت مسلمة الأرضين تهاونت بأمر الموالي، فقد غشيتك أشراط الساعة. قال كريب: فقلت له: يا أبا إسحاق، إن حذيفة حدثنا حديثا بالأحمرين، قال: ذاك إذا منعت الأقلام والوسائد. إسناده ضعيف. أما عن المعقل من الفتن نلتقي بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. عدت لحضراتكم مع الفصل الأخير في الجزء الثالث من كتاب الفتن لنعيم ابن حماد بعنوان المعقل من الفتن. الحديث رقم 701 عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال: إذا رأيتم الشام اجتمع أمرها على ابن أبي سفيان فألحقوا بمكة. إسناده ضعيف. الحديث رقم 702 عن أبي رومان عن علي رضي الله عنه قال: إذا ظهر أمر السفياني لم ينج من ذلك البلاء إلا من صبر على الحصار. إسناده ضعيف. الحديث رقم 703 عن الصقر ابن رستم قال: سمعت سعيد ابن مهاجر الوصاوي يقول: إذا كانت فتنة المغرب فشدوا قبل نعالكم إلى اليمن، فإنه لا يحرقكم منها أرض غيرها. إسناده ضعيف. الحديث رقم 704 عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقت فتنة من المغرب أخرى من المشرق فالتقوا ببطن الشام، فبطن الأرض يومئذ خير من ظهرها. إسناده ضعيف. الحديث رقم 705 عن أبي هزان عن كعب قال: بطن الأرض يومئذ خير من ظهرها. إسناده ضعيف. الحديث رقم 706 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينجو منها إلا كل خفي، إذا ظهر لم يعرف، وإن جلس لم يفتقد، أو رجل دعا دعاء الغرق في البحر. إسناده ضعيف.
الحديث رقم 707 عن تبين عن كعب قال: إذا كان ذلك فاطلب لنفسك موضعا في نفس وفراغ كحيلة النملة لشتائها، وليكن ذلك فيما يجمل ولا تشتهر به، والحلو من ذلك وغيره المدينة وما حولها من الحجاز، السواحل أسلم من غيرها، إسناده قوي. الحديث رقم 708 عن النجيب ابن السري قال: مر عيسى بن مريم عليه السلام بجبل الخليل، فدعا لأهله 3 دعوات، فقال: اللهم من أتاه من خائف أمن فيه، ولا تسلط على أهله 7، وإذا أجدبت الأرض فلا يجدب، إسناده قوي. الحديث رقم 709 عن الوضين بن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جبل الخليل جبل مقدس، وإن الفتنة لما ظهرت في بني إسرائيل أوحى الله تعالى إلى أنبيائهم أن يفروا بدينهم إلى جبل الخليل، إسناده ضعيف. الحديث رقم 710 عن عمير بن هانئ العنسي أنه قال: لا يبلغني أنه الرجل من إخواني اتخذ بجبل الخليل منزلا وأغبطه، قيل: ولم ذاك؟ قال: لأنه سينزله أهل مصر إما بحبس نيلهم، وإما يمد فيغرق حتى يتماسح جبل الخليل بينهم بالحبال، إسناده قوي. الحديث رقم 711 عن الحارث عن عبد الله قال: لا ينجو من بليتها إلا من صبر على الحصار. والمعقل من السفياني بإذن الله تعالى مدن للأعاجم ناحية الثغور، مدينة يقال له أنطاكية، ومدينة يقال لها قرص، ومدينة يقال لها سميصات، والمعقل من الروم جبل يقال له لا تنسوا المعقل، الإعجاب بالفيديو إسناده والاشتراك في ضعيف. القناة. الحديث رقم 712 عن كعب قال: حمص من الجند الذي يشفع شهيدهم 70، وأهل دمشق الذين يعرفون بالثياب الخضر في الجنة، وأهل الأردن من الجند الذين هم في ظل العرش يوم القيامة، وأهل فلسطين ممن ينظر الله إليهم كل يوم مرتين، إسناده ضعيف. الحديث رقم 713 عن قتادة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الخراب بمصر والعراق، فإذا بلغ البناء لسلع فعليك يا أبا ذر بالشام. قلت: وإن أخرجوني منها؟ قال: انسق لهم أين ساقوك، إسناده ضعيف. الحديث رقم 714 والأخير في هذا الجزء الثالث، حدثنا الحكم ابن نافع عن صفوان عن كعب قال: شهيد أهل حمص يشفع في 70 ألفا، وأهل دمشق يكسوهم الله ثيابا خضرا يوم القيامة، وأهل الأردن يظلهم الله في ظل عرشه، وأهل فلسطين ينظر الله إليهم كل يوم 3 مرات، إسناده ضعيف. يقول المحقق آخر الجزء الثالث من الأصل: والحمد لله رب العالمين، إلى أن نلتقي مع الجزء الرابع، لكم خالص تحياتي، صلى الله على محمد لا تنسوا صلى الله الإعجاب بالفيديو عليه والاشتراك في وسلم. القناة. الجزء الرابع يتكون من 17 باب، الأحاديث النبوية الشريفة من 715 إلى 922. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع، من كتاب الفتن لنعيم ابن حماد. نلتقي مع الجزء الرابع وبه 14 فصلا. يقول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل، الفصل رقم 25 عقر دار الإسلام بالشام. الحديث رقم 715 عن كثير ابن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عقر دار الإسلام بالشام، يسوق الله إليها صفوته من عباده، ولا ينزع إليها إلا مرحوم، ولا يرغب عنها إلا مفتون، وعليها عين الله تعالى من أول يوم الدهر إلى آخر يوم من الدهر بالطل والمطر. فإن أعجزهم المال لم يعجزهم الخبز والماء، إسناده ضعيف جدا. الحديث رقم 716 عن شريح ابن عبيد أن معاوية سأل كعبا عن حمص ودمشق، فقال: دمشق معقل المسلمين من الروم، ومربط ثور فيها أفضل من دار عظيمة بحمص، ومن أراد النجاة من الدجال فنهر أبي فطرس، وإن أردت منزل الخلفاء فعليك بدمشق، وإن أردت الجهد والجهاد فعليك بحمص. إسناده ضعيف. الحديث رقم 716 قال صفوان: وأخبرني أبو الزاهري عن كعب قال: معقل المسلمين من الملاحم دمشق، ومن الدجال نهر أبي فطرس، ومن يأجوج ومأجوج الطور. إسناده ضعيف. الحديث 718 عن مطر مولى أم حكيم عن كعب قال: أظلتكم فتنة كقطع الليل المظلم، لا يبقى بيت من بيوت المسلمين بين المشرق والمغرب إلا دخلته، قيل: فيما يخلص منها أحد؟ قال: يخلص منها من استظل بظل لبنان فيما بينه وبين البحر، فهو أسلم الناس من تلك الفتنة. قال: فإذا كان 122 سنة احترقت داري هذه، فاحترقت داره حينئذ. إسناده جيد. الحديث رقم 719 عن ضمرة ابن حبيب قال: أنجى الناس من الفتن الصليم أهل الساحل وأهل الحجاز. إسناده حسن. الحديث رقم 720 عن أبي الزاهري عن كثير ابن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن عقر الإسلام بالشام، ورددها ثلاثا، يسوق الله إليها صفوته من عباده، لا ينزع إليها راغبا فيها إلا مرحوم، ولا ينزع عنها راغبا عنها إلا مفتون، وعليها عين الله تعالى من أول يوم من الدهر إلى آخر يوم من الدهر بالطل والمطر. وإن عجز أهلها المال لم يعجزهم الخبز والماء. إسناده ضعيف جدا. قال أبو الزاهري في كتاب الله تعالى: أن تخرب الأرض قبل الشام 40 عاما، فلا يكون رعد ولا برق في سواها، وحتى يستوسع لمن يحشر إليها كما يستوسع الرحم للولد. الحديث 721 عن شريح ابن عبيد عن كعب قال: أحب القدس إلى الله جبل نابلس، ليأتين على الناس زمان يتماسحونه بالحبال بينهم. إسناده ضعيف. الحديث رقم 722 عن المقدام ابن معد كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم. إسناده ضعيف. الحديث رقم 723 عن عبد الرحمن ابن جنيد عن أبيه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن النبي قال: معقل المسلمين من الملاحم مدينة يقال لها دمشق، أرض يقال لها الغوطة. إسناده ضعيف. الحديث رقم 724 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس في الفتن كل خفي نقي، إن ظهر لم يعرف، وإن غاب لم يفتقد، وأشقى الناس فيها
كل خطيب مسقع أوراقهم ودعوا أمر العوام إسناده حسن. الحديث رقم 726 عن زهير الآيلي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه مر بهم وهو يسرع بعدما أصيب بصرة فتعدى ثم قال: أين إرم؟ قال: قلت سمتك نحو الغرب على 12 ميلا. قال: فكم بيني وبين الصراط؟ قلت كذا وكذا ميلا. قال: هل لك علم بصور وقرين؟ قلت نعم أنا بهما عالم. قال: فهل إلي ابتياعهما سبيل؟ قلت لا. قال: ولما؟ قلت وقعت عند رجل لم يكن له ببلاء قومه منزل فأصابهما من ذي قرابة له وهما بين ظهري قومه فلن يختار عليهما منزلا. قال: ومن هو؟ قلت روح ابن زنباع. قال: فصمت. قال: قلت سألتني رحمك الله فأخبرتك فعما ذاك؟ فقال: لكأني أنظر إلى الفساطيت في آخر الزمان أو موقع القطر يفر بدينه من الفتن. حديث صحيح. الحديث رقم 728 عن أبي الزعراء عن عبد الله قال: خير مال يومئذ فرسه وسلاحه يزول معهما حيث زال. إسناده ضعيف. الحديث رقم 729 عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنا على أمتي في اللبن أخوف مني عليهم في الخمر. قالوا: وكيف يا رسول الله؟ قال: يحبون اللبن فيتباعدون من الجماعات ويضيعونها. إسناده ضعيف. الحديث رقم 730 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. حديث صحيح. الحديث رقم 731 عن عون بن عبد الله قال: بينما رجل بمصر في فتنة ابن الزبير ينكت في الأرض قام عليه رجل فقال له: بأي شيء تحدث نفسك أبا الدنيا؟ قال: بل أتفكر في الذي نزل بالناس. قال: فإن الله نجاك منها بتفكرك فيها. من الذي سأل الله فلم يعطه أو اتكل عليه فلم يكفه؟ إسناده صحيح. الحديث رقم 732 عن أبي الزعراء عن عبد الله قال: خير المال يومئذ فرس صالح وسلاح صالح يزول عليه العبد أينما زال. إسناده ضعيف. الحديث رقم 733 عن شرحبيل ابن مسلم الخولاني عن أبيه قال: كان يقال: من أدركته الفتنة فعليه فيها بذكر خامل. إسناده جيد. الحديث رقم 734 عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتن رجل أخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه، أو رجل معتزل يؤدي حق الله تعالى عليه. حديث صحيح. الحديث رقم 735 قال معمر وأنا ابن خثيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس في الفتن رجل يأكل من في سيفه في سبيل الله، ورجل في رأس شاهقة يأكل في رسل غنمه. حديث صحيح. الحديث رقم 736 عن عون بن عبد الله قال: ستكون أمور فمن رضيها ممن غاب عنها كان كمن شهدها،
ومن كرهها ممن شهدها فهو كمن غاب عنها إسناده ضعيف. الحديث رقم 737 عن القاسم ابن عبد الرحمن أو عون ابن عبد الله قال: إن الرجل لا يشهد المعصية يعمل بها فيكرهها فيكون كمن غاب عنها ويغيب عنها فيرضاها فيكون كمن شهدها إسناده حسن. الحديث رقم 738 عن الربيع ابن عميلة سمع ابن مسعود يقول: إذا رأيت المنكر فلم تستطع له غيرا فحسبك أن يعلم الله تعالى أنك تنكره بقلبك إسناده حسن. الحديث رقم 739 عن أبي بكر ابن عياش قال: قيل لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه: من نومه؟ قال: الرجل يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء إسناده ضعيف. الحديث رقم 740 والأخير في هذا الفصل قال ابن المبارك: وأنا عوفا عن الرجل من أهل الكوفة أحسبه قال اسمه مسافر عن علي قال: ينجو في ذلك الزمان كل مؤمن نومه. أما عن أول علامة تكون من علامة البربر وأهل المغرب في خروجهم نلتقي بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. عدت لحضراتكم مع كتاب الفتن لنعيم ابن حماد الفصل رقم 26 بعنوان: أول علامة تكون من علامات البربر وأهل المغرب في خروجهم. الحديث رقم 741 عن الصقر ابن رستم قال: حدثني العلاء ابن سليمان قال: سمعت أبا قبيل يقول: إذا سمعت أو إذا جئت هذا المنبر، يعني منبر مصر، فيقرأ لعبد الله: عبد الله أمير المؤمنين، فأوشك أن تسمع لعبد الله: عبد الرحمن أمير المؤمنين، إسناده ضعيف. الحديث رقم 742 عن عبد السلام ابن مسلمة: سمع أبا قبيل يقول: إذا قرئ على منبر مصر من عبد الله: عبد الله أمير المؤمنين، لم يلبث إلا يسيرا حتى يقرأ من عبد الله: عبد الرحمن أمير المؤمنين، وهو صاحب المغرب، وهو شر من ملك، إسناده ضعيف. الحديث رقم 743 عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال لقوم من أهل مصر: إذا أتاكم كتاب من قبل المشرق يقرأ عليكم من عبد الله: عبد الله أمير المؤمنين، فانتظروا كتابا آخر يأتيكم من المغرب يقرأ عليكم من عبد الله: عبد الرحمن أمير المؤمنين، والذي نفس حذيفة بيده لتقتتلن أنتم وهم عند القنطرة، وليخرجنكم من أرض مصر وأرض الشام كفرا كفرا، ولتبعن المرأة العربية على درج دمشق ب25 درهما، إسناده ضعيف. الحديث رقم 744 عن أبي سبأ عتبة ابن تميم التانوخي قال: الملك لبني العباس حتى يبلغكم كتاب قرئ بمصر من عبد الله: عبد الله أمير المؤمنين، فإذا كان ذلك فهو أول زوال ملكهم وانقطاع مدتهم، إسناده ضعيف. الحديث رقم 745 عن إسماعيل ابن العلاء ابن محمد الكلبي عن أبيه قال: إذا قرأ كتاب أول النهار لبني العباس من عبد الله: عبد الله أمير المؤمنين،
فانتظروا كتابا يقرأ عليكم من آخر النهار من عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين، إسناده ضعيف. الحديث رقم 746. حدثنا عبد الله ابن مروان عن أبيه عن كعب قال: إذا ملك رجل من بني العباس يقال له عبد الله وهو ذو العين الآخرة منهم، بها افتتحوا وبها يختمون، فهو مفتاح سيف الفناء، فإذا قرئ كتاب له بالشام من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين، لم يلبث أن يبلغكم كتاب قد قرئ على منبر مصر من عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين. فإذا كان ذلك ابتدر أهل المشرق وأهل المغرب الشام كفرسي رهان، يرون أن الملك لا يتم إلا لمن ضبط الشام، كل يقول من غلب عليها فقد حوى على الملك. إسناده ضعيف جدا. الحديث رقم 747. عن جبير ابن نفير قال: ويل لعبد الله من عبد الله، ويل لعبد الله من عبد الرحمن، إسناده جيد. الحديث رقم 748. عن سعيد ابن يزيد عن الزهري قال: إذا دخلت الرايات الصفر مصر فاجتمعوا في القنطرة، انتظروا حتى يستجيشوا أهل المشرق وأهل المغرب، ويقتتلون بها سبعا يكون بينهم من الدماء مثلما كان في جميع الفتن، ثم تكون الدورة على أهل المشرق حتى ينزلونهم الرملة. إسناده جيد. الحديث رقم 749. عن حبيب ابن صالح قال: ليخرجن رجل يقال له عبد الرحمن بأهل المغرب حتى يأتي حمص فيصعد إلى منبرها. إسناده جيد. الحديث رقم 750 والأخير في هذا الفصل. حدثنا ضمرة عن أبي حسان ابن توبة قال: لا بد من أن يملك من بني العباس ثلاثة أول أساميهم عين، إسناده قوي. أما عن ما تقدم إلى الناس في خروج البربر وأهل المغرب، انتظروني بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. من كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، الجزء الرابع، الفصل رقم 27. ما تقدم إلى الناس في خروج البربر وأهل المغرب. الحديث رقم 751. حدثنا الوليد ابن مسلم، أخبرني من كان يتعوذ بالله من فتنة المشرق قال: فقيل له: فالمغرب؟ قال: تلك أعظم وأطم. إسناده جيد. الحديث رقم 753. عن عثمان ابن كثير وعبد القدوس وبقية، عن حريز ابن عثمان، عن الأزهري الهوزني، عن عصمة ابن قيس السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتعوذ بالله في صلاته من فتنة المغرب. إسناده جيد. الحديث رقم 754. عن الوليد ابن مسلم، سمع رجلا من تجيب سمع ابن المسيب يقول: لا بد لأهل المغرب من دولة، دولة كفر. إسناده ضعيف. الحديث رقم 755. عن محمد ابن كعب القرظي قال: يملك أهل المغرب وهم شر من ملك. إسناده ضعيف. الحديث رقم 756. عن أبي قبيل قال: صاحب المغرب عبد الرحمن وهو شر من ملك. إسناده حسن. الحديث رقم 757. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحت أديم السماء
خلق أشر من بربر، ولأن أتصدقوا بعلاقة سوق في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق 100 رقبة من بربر. إسناده جيد. الحديث رقم 758 عن أبي قبيل عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت بصدقة فقالت للرسول لا تعطي منها بربريا شيئا. عن ربيع بن سيف عن تبيع قال صاحب المغرب عبد الرحمن بن هند طويل العفنون على مقدمته رجل اسمه اسم شيطان، الويل لمن يقتل تحت لوائه مصيره إلى النار. إسناده ضعيف. الحديث رقم 761 عن الصقر ابن رستم مولى مسلمة ابن عبد الملك قال سمعت مسلمة ابن عبد الملك يقول لا يملكن أهل المغرب حمص 16 شهرا فكأني أنظر إليه يعقد 16. إسناده ضعيف. الحديث رقم 762 قال الصقر وسمعت سعيد ابن مهاجر الوصبي يقول إذا كانت فتنة المغرب فشد قبال نعلك إلى اليمن فإن لا يحرزكم منها أرض غيرها. إسناده ضعيف. الحديث رقم 763 عن عصمة ابن قيس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من فتنة المشرق ثم من فتنة المغرب من صلاته. إسناده ضعيف. الحديث رقم 764 عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحذركم فتنة تقبل من المشرق ثم فتنة تقبل من المغرب. إسناده ضعيف. الحديث رقم 765 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قسم الشر 70 جزءا فجعل 69 جزءا في البربر وجزءا واحدا في سائر الناس. إسناده ضعيف. الحديث رقم 766 عن بشر ابن عبد الله بن يسار قال سمعت بعض المشايخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء البربر خير من رجالهم بعث فيهم نبي فقتلوه وليّنه النساء فدفنه. إسناده ضعيف. الحديث رقم 767 عن شبيب ابن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي وصيف بربري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوم هذا أتاهم نبي قبلي فذبحوه وطبخوه وأكلوا لحمه وشربوا مرقه. إسناده ضعيف. الحديث رقم 768 عن عبد القدوس عن صفوان قال حدثني بعض مشايخنا عمن شهد فتح حمص قال كان الروم الذين كانوا بحمص يتخوفون البربر وتقول ويس لقيفس من بربريس ويس لقيفس من بربريس. قال صفوان كانوا يسمون حمص التمرة يقولون ويلك يا تمرة من البربر. إسناده ضعيف. أما عن الفصل رقم 28 بعنوان ما يكون من فساد البربر وقتالهم في أرض الشام ومصر ومن يقاتلهم ومنتهى خروجهم وما يجري على أيديهم من سوء سيرتهم انتظروني بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي للجميع. الفتن لنعيم ابن حماد. الجزء الرابع. الفصل رقم 28 ما يكون من فساد البربر وقتالهم في أرض الشام ومصر ومن يقاتلهم ومنتهى خروجهم وما يجري على أيديهم من سوء سيرتهم. الحديث رقم 769
عن عبد السلام ابن مسلمة سمع أبا قبيل يقول: إن صاحب المغرب وبني مروان وقضاعة تجتمع على الرايات السود في بطن الشام، إسناده جيد. الحديث رقم 770 عن القاسم ابن محمد عن حذيفة أنه قال لأهل مصر: إذا جاءكم عبد الله ابن عبد الرحمن من المغرب اقتتلتم أنتم وهم عند القنطرة، فيكون بينكم 70,000 من القتلى، وليخرجنكم من أرض مصر وأرض الشام كفرا كفرا، ولتباعن المرأة العربية على درج دمشق 25 درهم، ثم يدخلون أرض حمص فيقيمون 18 شهرا يقتسمون فيها الأموال ويقتلون فيها الذكر والأنثى، ثم يخرج عليهم رجل شر من أغلته السماء فيقتلهم فيهزمهم حتى يدخلهم أرض مصر، إسناده ضعيف. الحديث رقم 771 عن الصقر ابن رستم سمع مسلمة ابن عبد الملك يقول: يملك أهل المغرب حمص 16 شهرا، إسناده ضعيف. الحديث رقم 772 قال الصقر: وسمعت سعيد ابن مهاجر الوصبي يقول: إذا كانت فتنة المغرب فشد قبال نعليك إلى اليمن، فإنه لا يحرزكم منها أرض غيرها، إسناده ضعيف. الحديث رقم 773 عن القاسم ابن محمد عن حذيفة قال: إذا دخل أهل المغرب أرض مصر فأقاموا فيها كذا وكذا تقتل وتزبى أهلها، فيومئذ تقوم النائحات فباكية تبكي على استحلال فروجها، وباكية تبكي على ذلها بعد عزها، وباكية تبكي على قتل أولادها، وباكية تبكي على قتل رجالها، وباكية تبكي شوقا إلى قبورها، إسناده ضعيف. الحديث رقم 774 حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني شيخ من خزاعة عن أبي وهب الكلعي قال: إذا خرج أهل المغرب فاشتد أمرهم خرجت عليهم العرب، فتجتمع العرب كلها في أرض الشام على 4 رايات: راية لقريش وما لف لفها، وراية لقيس وما لف لفها، وراية لليمن وما لف لفها، وراية لقضاعة وما لف لفها. فتقول العرب لقريش: تقدموا فقاتلوا على ملككم أو دعوا، فتقدم قريش فتقاتل فلا تصنع شيئا، ثم تقدم قيس فتقاتل فلا تصنع شيئا، ثم تقدم اليمن فلا تصنع شيئا. ثم ضرب أبو وهب من كب خالد بن زهير الكلبي ثم قال: رايتك وراية قومك البلق البقع، هو يومئذ والله يظهر عليهم. قال الوليد: قضاعة يومئذ تظهر على أهل المغرب ومنهم من يتبعه، ثم تستقبل القبائل فتقاتل أهل المشرق، إسناده ضعيف. حديث رقم 775 حدثنا الوليد قال: أخبرني شيخ عن الزهري قال: يلتقي أصحاب الرايات السود وأصحاب الرايات الصفر عند القنطرة، فيقتتلون حتى يأتون فلسطين، فيخرجوا على أهل المشرق السفياني، فإذا نزل أهل المغرب الأردن مات صاحبهم، فيفترقون 3 فرق: فرق ترجع من حيث جاءت، وفرقة تحج، وفرقة تثبت فيقاتلهم السفياني فيهزمهم فيدخلون في طاعته، إسناده ضعيف. الحديث رقم 776 عن محمد ابن الحنفية قال: يدخل أوائل أهل المغرب مسجد دمشق، فبينهم ينظرون في أعاجيبه إذا رجفت الأرض فانقعر غربي مسجدها، ويخسف بقرية يقال لها حرستا، ثم يخرج عند ذلك السفياني فيقتلهم حتى يدخلهم مصر، ثم يرجع فيقاتل أهل الشرق حتى يردهم إلى العراق،
إسناده ضعيف. الحديث رقم 777 عن أرطاه ابن المنذر عن طبيع عن كعب قال: إذا خرج البربر فنزلوا مصر كان بينهم وقعتان، وقعة بمصر ووقعة بفلسطين وفيما بين ذلك حتى ينزلوا حمص، فويل لها منهم فيصيبهم فيها ثلج شديد 40 ليلة فيكادوا يفنيهم، ثم يفتحونها ويدخلونها فيخرجون منها ما بين الغربي إلى القنطرة التي في وسط السوق، ثم يرتحلون منها فينزلون ببحيرة فامية أو دونها بفرسخ، فيخرج عليهم الناس فيقتلونهم، قائدهم رجل من ولد إسماعيل، يقتلون في قرية يقال لها أم العرب، ثم يثور ثائر فيقتل الحرية ويسبي الذرية ويبطل بطون النساء ويهزم الجماعة مرتين، ثم يهلك ولتذبحن امرأة من قريش وفيها تبقر بطون من تبقر من نساء بني تنقر من فيها من بني هاشم، ويخرج قوم من سواد الكوفة يقال لهم العصب، ليس معهم سلاح إلا القليل، وفيهم نفر من أهل البصرة فيدركون أصحاب السفياني فيستنقذون ما في أيديهم من سبي الكوفة، وتبعث الرايات السود بالبيعة إلى المهدي. الحديث إسناده صحيح. أما عن الرايات السود للمهدي بعد رايات بني العباس وما يكون بينهم وبين أصحاب السفياني والعباسي، نلتقي بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. عدت لحضراتكم مع كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، الجزء الرابع، الفصل رقم 37، بعنوان الرايات السود للمهدي بعد رايات بني العباس وما يكون بينهم وبين أصحاب السفياني والعباس. الحديث رقم 901 عن محمد ابن الحنفية قال: تخرج راية سوداء لبني العباس، ثم تخرج من خراسان أخرى سوداء، قلانيسهم سود وثيابهم بيض، على مقدمتهم رجل يقال له شعيب ابن صالح ابن شعيب من تميم، يهزمون أصحاب السفياني حتى ينزلوا بيت المقدس ويوطئ للمهدي سلطانه، ويمد إليه 300 من الشام، يكون بين خروجه وبين أن يسلم الأمر للمهدي 72 شهرا. إسناده ضعيف. الحديث رقم 902 عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء فتية من بني هاشم فتغير لونه، فقلنا: يا رسول الله، ما نزل نرى في وجهك شيئا نكرهه؟ فقال: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي هؤلاء سيلقون بعدي بلاء وتطريضا وتشريدا حتى يأتي قوم منها هنا من نحو المشرق أصحاب رايات سود، يسألون الحق فلا يعطونه مرتين أو ثلاثا، فيقاتلون فينصرون، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا فلا يقبلوها حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها عدلا كما ملؤوها ظلما، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج فإنه المهدي. حديث ضعيف. الحديث رقم 903 عن أبي قلابة عن ثوبان قال: إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج، فإن فيها خليفة الله المهدي. إسناده ضعيف. الحديث رقم 904 عن الحسن قال: يخرج بري رجل ربعة أسمر مولى لبني تميم كوسج يقال له شعيب ابن صالح، في 4000، ثيابهم بيض
ورايتهم سود، يكون على مقدمة المهدي، لا يلقاه أحد إلا فله إسناده ضعيف. الحديث رقم 905 عن أبي رومان وأبي ثابت عن علي رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من أهل بيتي في 9 رايات، يعني بمكة، إسناده ضعيف. الحديث رقم 906 عن ابن أبي زرير عن عمار بن ياسر قال: المهدي على لوائه شعيب ابن صالح، إسناده ضعيف. الحديث رقم 907 عن ربيعة ابن سيف عن تبين قال: تخرج الرايات السود من خراسان مع قوم ضعفاء يجتمعون، يؤيدهم الله بنصره، ثم يخرج أهل المغرب على إثر ذلك، إسناده ضعيف. الحديث رقم 908 عن أبي جعفر قال: يخرج شاب من بني هاشم بكفه اليمنى، قال: من خراسان برايات سود، بين يديه شعيب ابن صالح، يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم، إسناده ضعيف. الحديث رقم 909 عن سفيان الكلبي قال: يخرج على لواء المهدي غلام حديث السن، خفيف اللحية، أصفر، ولم يذكر الوليد أصفر، لو قاتل الجبال لهزها، وقال الوليد لهدها حتى ينزل إلياء، إسناده ضعيف. الحديث رقم 910 عن تبين عن كعب قال: إذا ملك رجل الشام وآخر مصر، فاقتتل الشامي والمصري، وسبى أهل الشام قبائل من مصر، وأقبل رجل من المشرق برايات سود صغار قبل صاحب الشام، فهو الذي يؤدي الطاعة إلى المهدي، إسناده ضعيف. الحديث 911 قال أبو قبيل: يكون بإفريقية أميرا 12 سنة، ثم يكون بعده فتنة، ثم يملك رجل أسمر يملأها عدلا، ثم يسير إلى المهدي فيؤدي إليه الطاعة ويقاتل عنه، إسناده ضعيف. الحديث رقم 912 عن عتبة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بلاء يلقاه أهل بيته حيث يبعث الله راية من المشرق سوداء، من نصرها نصره الله، ومن خذلها خذله الله، حتى يأتي رجلا اسمه كاسمي فيوليه أمرهم فيؤيده الله وينصره، إسناده ضعيف. الحديث رقم 913 عن عمرو بن مر الجملي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتخرجن من خراسان راية سوداء حتى تربط خيولها بهذا الزيتون الذي بين بيت لهيا وحرستا، قلنا: ما بين هاتين زيتون؟ قال: سينصب بينهما زيتون حتى ينزلها أهل تلك الراية فتربط خيولها بها، إسناده ضعيف. الحديث رقم 914 قال عبد الله بن آدم: وحدثت بهذا الحديث عبد الرحمن بن سلمان فقال: إنما ربط بها أهل الراية السوداء الثانية التي تخرج على الراية الأولى، فإذا نزلوها خرج عليهم خارجي من أهل هذه، فلا يجد من أهل الراية الأولى إلا مختفيا فيهزمهم، إسناده ضعيف. الحديث رقم 915 عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من المشرق رايات سود بني العباس، ثم يمكثون ما شاء الله، ثم تخرج رايات سود صغار تقاتل رجلا من ولد أبي سفيان وأصحابه من قبل المشرق، يؤدون الطاعة للمهدي، إسناده ضعيف. الحديث رقم 916 عن أبي رومان عن علي قال: تخرج رايات سود تقاتل السفياني، فيهم شاب من بني هاشم في كتفه اليسرى، قال: وعلى مقدمتهم رجل من بني تميم يدعى شعيب بن صالح فيهزم أصحابه، إسناده ضعيف. الحديث رقم 917 عن عمار بن ياسر قال: إذا بلغ السفياني الكوفة وقتل أعوان آل محمد، خرج المهدي على لوائه شعيب ابن صالح، إسناده ضعيف. الحديث رقم 918 عن جابر عن أبي جعفر قال: تنزل الرايات السود حتى تخرج من خراسان الكوفة، فإذا ظهر المهدي بمكة بعث إليه بالبيعة، إسناده ضعيف.
الحديث رقم 919 عن أرطأة عن تبيع عن كعب قال: إذا دارت رحى بني العباس وربط أصحاب الرايات سود خيولهم بزيتون الشام، ويهلك الله لهم الأصهب ويقتله وعامة أهل بيته على أيديهم، حتى لا بقى أموي منهم إلا هارب أو مختفي، يسقط السعفتان بنو جعفر وبنو العباس، ويجلس ابن آكلة الأكباد على منبر دمشق، ويخرج البربر إلى سرة الشام، فهو علامة خروج المهدي، إسناده قوي. الحديث رقم 930 عن أبي شوذب قال: كنت عند الحسن فذكرنا حمص فقال: هم أسعد الناس بالمسودة الأولى وأشقى الناس بالمسودة الثانية. قال: فقلنا: وما المسودة الثانية يا أبا سعيد؟ قال أبو الطهوي: يخرج من قبل المشرق في 80,000 محشوة قلوبهم إيمانا حشو الرمان من الحب، بوار المسودة الأولى على أيديهم، إسناده حسن. أما عن أول انتقاد أمر السفياني وخروج الهاشمي من خراسان برايات سود وما يكون بينهما من الوقائع حتى تبلغ خيل السفياني المشرق، نلتقي بعد الفاصل. صلى الله على محمد لا صلى الله عليه وسلم. أردت لحضراتكم مع الفصل الأخير في الجزء الرابع من كتاب الفتن لأبي نعيم ابن حماد، الفصل بعنوان أول انتقاد أمر السفياني وخروج الهاشمي من خراسان برايات سود وما يكون بينهما من الوقائع حتى تبلغ خيل السفياني المشرق. الحديث رقم 921 عن أبي رومان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا خرجت خيل السفياني إلى الكوفة بعث في طلب أهل خراسان، ويخرج أهل خراسان في طلب المهدي، فيلتقي هو والهاشمي برايات سود على مقدمته شعيب بن صالح، فيلتقي هو وأصحاب السفياني بباب استخر، فتكون بينهم ملحمة عظيمة، تظهر الرايات السود وتهرب خيل السفياني، فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه الحديث، إسناده ضعيف. الحديث رقم 922 والأخير في هذا الباب عن جابر عن أبي جعفر قال: يبث السفياني جنوده في الآفاق بعد دخوله الكوفة وبغداد، فيبلغه فرعه من وراء النهر من أهل خراسان، فتقبل أهل المشرق عليهم قتلا يذهب نجيهم، فإذا بلغه ذلك بعث جيشا عظيما إلى أصطخر عليهم رجل من بني أمية، فتكون لهم وقعة بقمص، ووقعة بدولات الري، ووقعة بتخوم زرنج، فعند ذلك يأمر السفياني بقتل أهل الكوفة وأهل المدينة، وعند ذلك تقبل الرايات السود من خراسان على جميع الناس شاب من بني هاشم بكفه اليمنى، قال: يسهل الله أمره وطريقه، ثم تكون له وقعة بتخوم خراسان، ويسير الهاشمي في طريق الري، فيسرج رجل من بني تميم من الموالي يقال له شعيب ابن صالح إلى أصطخر إلى الأموي، فيلتقي هو والمهدي والهاشمي بيضاء أصطخر، فتكون بينهما ملحمة عظيمة، عليهم رجل من بني عدي، فيظهر الله أنصاره وجنوده، ثم تكون وقعة بالمدائن بعد وقعتي الري، وفي عاخر الكوفة وقعة سليمية يخبر عنها كل ناج، ثم يكون بعدما ذبح عظيم ببابل، ووقعة في أرض من أرض نصيبين، ثم يخرج على الأخص قوم من سوادهم، وهم العصب عامتهم من الكوفة والبصرة، عامتهم من الكوفة والبصرة حتى يستنقذوا ما في أيديه من سبي كوفان، إسناده ضعيف. آخر الجزء الرابع من الأصل يتلوه الجزء الخامس.
إلى أن نلتقي لكم خالص تحياتي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.